مساحه زهير الزوادي يلا يا الزوادي تيح زهير الزوادي وسام الدراج والثاني التماس زهير الزوادي يعمل السنتراج في منطقه الجزاء كره الثالث دراجي الشماخي يفرش راس الشماخي حذر الباسيرو هدف فيني بلا كونتر اتاك بفيلي خليل بكره لصابر خليفه كره ملعوبه وليس هناك تسلل كره ملعوبه الثالث من نادي الافريقي شماخي كان الافريقي وهو اللقب بالنسبه للتونسي كره ملعوبه عاد من التسلل الاولى رمي الجريد يدي كرة آخر محاولة من الشماخي شماخي ياسين الشماخي كل كرة من الجانب العين يلعب كرة الله 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 بيلعب